حاجه اللي غنقدر نقول لكم هما خرجوا تهموا اتهامات المدام ديالي، وانا اش غادي نقول لكم؟ يعني الله يعاون، السلام عليكم. اللي غادي عليا المدام ما عندي ما ندير به، اللي غادي يقول شي حاجه خايبه في حق المدام ما عندي ما ندير به، السلام عليكم. صافي، كاين شي حاجه اكثر من هكذا؟ اش مخص الهضره؟ وانا المدام ديالي راه كلشي كيتعدى عليها، مسكينه ما عندها زهر، ولكن نيتها راه رابحه، كيت كلشي كيتسامك زعما يا ما كيتعدى على حتى شي واحد. انا اللي كيتعداو عليا، انت ما شفتي الحاله ديالي كيفاش دايره؟ هو ابسط حاجه راه غير ترى ما بينه وبينها والو، وانا عيرت المدام راه خرجت فيها طولوار هادشي. لا هما قالوا دخلوا عندنا هذا، قالوا طعامه بزاف ديال الحوايج ملي خرجوا كيهضروا في النادي ماشي في عيل ديال ولاد الناس. ايوا صافي نقطعوا العلاقه، انت ما في الطريق وانا في الطريق، انا المدام ديالي هي اللي غادي تدوم ليا وانا اللي غندوم ليها. دابا البلان ما فيه، انا غنقول لك، انا كنشوف المدام من واحد الصوره انها هي اللي غادي تدوم ليا وانا اللي غادي ندوم ليها. باش نوضح لكم، انا ما عندي ما ندير بشي واحد، حنا دابا راه مزوجين ماشي مصاحبين، مزوجين. غير اللي كنت كنضرب هذه الطريقه هذه قبل كنت معصب هذا الشيء اللي كندخل ونخرج في الهضره، وسمحوا لي بزاف الناس اللي متابعيني راه عارفين نزار سويتي كيفاش داير. دابا البلان اللي غنقدر نقول لكم، ولو يكون خويا غادي يجبد المدام راه بحال جبدني انا، واخا نكون عزيز عليه راه اين فوا جبدتي المدام راه طيحتي لي انا من قيمتي، راه كتخلي بنادم اشنو غادي يقول؟ الا جيتي تعير المدام غدا ولا بعد غدا واحد اخر حتى هو غادي يخرج يعير المدام، وحنا ولينا في لعب الدراري الصغار. شوف تقول واحد المثل، لا تعطي قيمه لمن لا قيمه له، سمعتيني؟ لا تعطي قيمه لمن لا قيمه له، ما عندهمش قيمه، كون عندهم قيمه كاع ما بقاو يتلصقوا بحال الحمر راس لاصقين فينا فين ما مشينا. هما كانوا في طنجه جابوا مليون عندنا من الكناس، كانوا اكثر من خوتي، وكنت كنموت عليهم وكنت دمي نعطي لهم، ولكن ماشي رجال، كذبش عليك، ظلموني وخرجوا الشيب، ماشي رجال. كلاو طعامي وبزاف، وشركنا الحلوه والمره وسافرنا مع بعضياتنا وهادي، ولكن ما بغيت نقول لهم والو، انا اللي بغي يقول لي شي حاجه يجي يقولها لي فاس، ما بقاش يجي يقول لي في الواقع ماشي في المواقع. ما تجمعش المشاهدين على ظهري، عندك شي حاجه معايا خلينا من يوتيوب الانستغرام واجي يقولها لي، ما تصورش عليا فيديو انا في يوتيوب وتطلع فيه الاشاره تربح على ظهري انا الادسنس. يعني هو كيقول بانه انت كتستغليه، شكون اللي كنستغل؟ ديالو كتستغليه نزار راجلي، فلوسي هما فلوسو، فلوسو هما فلوسي، ياك ما كتسناوني انا نصرف عليه، مزوجه براجل انايا. حنا ما كن حنا ما كن نقول لك واحد القضيه، انا امي مربيه انا بان مرة ما تصرفش علينا، ودابا باش نوضح لكم مرة ما كتصرفش علينا. انا اللي جيت نهضر ما غنتقاداش، انا كنقول لكم غير داكشي اللي كتعرفوني انا ونادا، انا ماشي طماع، وكون كنت طماع غنستغل هاد البوز هذا في شي حاجه اللي هي كثيره ناخذ. انا شوف حنا رجال نفسنا حاره، انا بغيت مرا انا اللي نصرف ماشي هي اللي تصرف، انا وضحت لكم. ولا غادي يقول هذا الهضره هذه راه ما غادي لهم غير راسه، هادشي اللي غنقدر نقول لك. نقدر شوفوا تقدر تشوفوا في هذيك الصوره ديال نزار هبيل نزار احمق نزار هذا، ولكن في امر الواقع راه كنبدل الشخصيه ديالي. دابا هي مراتي، فلوسي فلوسه، فلوس مو فلوسي فلوسه، وفلوسه خليهم عندما ديما ندير بهم. وراه مراتي، واش مراتي غتستغلني؟ ما يمكنش، ما كاينش مرا كتستغل راجلها. يا الشكوحة سبوا لي مراتي، انا صراحة يعني غادي نراعي غير على وجه الام ديالي، لانني اعتبرتها بحال الوالدة ديالي، وباقي حتى الان انا كنحترمها، وتما كبروا بيو بزاف ديال الحوايج، يعني صراحة تعامل معايا معاملة ديال ولاد الناس. وليني ملي غادي نشوف ستوري ديالهم كيخرجوا كيقولوا ديك الهضرة في المدام، ولو تكون المدام خيبة غير على وجهي انايا، غير على وجهي انايا، يتعاملوا مزيان. الا كنت صاحبهم من يدير بصح كانت المدام خايبه على وجهي انايا، ما يقولوش فيها شي حاجه اللي ماشي تالي. وانا اللي غادي نقدر نقول لكم، اللي غادي يبغي يفارقني انا ومراتي ما عندي ما ندير به، اللي غادي يفارقني انا ومراتي ما عندي ما ندير به من الاخر، واخا يكون خويا. شوف
كنتو كتهضروا كنت كنسمح لكم، وليني هي دابا مراتي دير الدار بلاك انا وياها وكتخرج بدوك السطوريات راه كتشجعوا وحدين اخرين حتى ما كيخرجوا. وديك الساعات راه عندي عندي جواب واحد هو انكم باغيين تفارقوني انا ومراتي، وانا ومراتي ما عمرني غادي نتفارق معاه، وانا غنتفارقوا واحد فينا غادي يموت. السلام عليكم، واخا نعرف ندخل الحبس انا كنقولها لكم من الاخر من الاخر. خلينا نهضر معكم، باغيين شوف من خلال دوك السطوريات انا بان لي بحال باغيين ما خاصهمش يديروا دوك السطوريات. اه وا هادشي اللي بان لي انايا، انا ما نكرتوش داروا فيها الخير بزاف ديال الحوايج، انا ماشي ولد الحرام كلي طعامهم وبزاف ديال الحوايج، ولكن اللي غادي يخرج للماده ما غنقول دوك السطوريات التصار هذه ما عندنا ما نديروا بها. انا كنت دابا ولد الحرام غنقول لكم لا دخلت لدارهم الام ديالي معتبراتني بحال ولده بزاف ديال الحوايج، بيتوني في دارهم، ولكن هادشي ما كيعطيهمش الحق انهم يدخلوا لمراتي وفارقوني انا وياها. راه واخا خرجوا في ستوريات يعيروني راه ما غردتش عليهم، علاش اللي كيدير فيها الخير ما كنردوش لي انا بالعار، ولكن القضيه فيها مراتي ما عندهمش الحق يهضروا فيها يقولوا فيها شي حاجه ديال العار. السلام عليكم. بصحتها وفلوسي، هي فلوسها وانا كامل ديالها. بصحتي راجلي مهلاي فيا الله يخليك ليا زمان. اصلا الفلوس كتمشي وكتجي فهمتيني، انا الفلوس ما ضربش لي الحساب لان الحمد لله انا ولد الخير. كيف ما كان الحال كتبقى مراتي، الا فلوسي غادي يدوزوا لي راه ماشي غادي يدوزوا لصاحبتي مراتي، كنتقاسموا كل شيء. يا خليه هي تقول تهلا فيا. جابت الاحسن صالون بيان سور، احسن صالون ديال صاحبتي نوها كوين. ندير فلوس راجلي اللي كندير في المراه هي اللي كتجمع الراجل فهمتي، حيت لا بقاو له هو غيضروا به يديروا له غسل الدماغ وغيضروا فهمتي. انا كنجمع باش نديروا علاش نوليو وما يضحكوش علينا الشمايت، نديروا مشروع تاعنا بحال لالياتنا ونخدموا ثاني. حنا نبقاو ديما في هذا اليوتيوب عوالين على اليوتيوب والاشهارات. انا هي واخويا واحد النهار بغيت نقول لك حنا نقابلوا التلفزيون نقابلوا ولادنا، بقاو حنا ديما الصحافه مورانا وديما حنايا هاربين من الناس وديما لا، راه المراه هي اللي كتجمع الراجل. هو يمسخني كاينه ولا لا حبيبه؟ كاينه شغلي هذاك ياك فلوسي امي نعطي. اصلا انا باش تكون في بالكم شريت طوموبيل دوبل في الماما 17 مليون وخديت الدار ب 25 مليون الماما، والذهب كامل بسميت ماما والصالون بسميت ماما كلشي بسميت امي. عاد تبان لي نصيفط لها هذيك 5000 درهم ولا 6000 درهم في ويستر وانا عمري نعطيه الحريوده. كيتو هو اللي راجل وما كيصيفط لموتها درهم، ما انا كلي لامي الحمد لله شاريه جنتي جنات تحت اقدام الامهات الله يخليك ليا ام اجي امي. هاش متى هو تما خصيت الله يفتح عليك ماشي نزار ما تهضرش عليك على داك الاخرين الله يخليك. والله يسخر الامور. احنا ماشي من داك النوع اللي كنطمعوا في المراه. انا كنت طامع راه وحده من بلجيكا بلا ما نهضر راه هي عارفه نقولها ولا بلاش نسموها ولا بلاش لا ماشي مشكل. قالت لي هاد الصيف قبل شي قبل ما نطلق انا ونادى هاد الصيف غتقاد ديال الوراق غادي يمشي واخا انا بخير وعلى خير، وخليت كلشي على قبل نادى. انا اش بغيت ندير بالفلوس؟ الفلوس راه حنا اللي كنديروهم ماشي هي اللي كديرنا. انا ما طمعش في مراه، راه ماشي اول مره ثاني نادى شنو عندها؟ ما عندها بالنسبه لي انا راه كنشوف ما عندها والو. اشنو مالي في الوالده ديال الله يخليها لها، وانا الرضا ديالها هي اللي عجباني. راه حريوده نادى راه الا ما كانتش حريوده راه ما غتكونش نادى. نادى قالوا بلي قلبتي على والدي. انا اعوذ بالله هذا بالله مش ما سمعت السؤال. قال لك انا قلبتك على والديك. لا ما كايناش هاد الهضره هادي. شحال كيدي ودنا بين الناس. انا خالتي لطيفه ديما كتهضر معانا وان شاء الله قريب في هاد الهواش راه نمشيو نشوفوها. شوف الانسان داير بحال الوسخ كيدخل ما بين الضفر واللحم فهمتي، بحال الوسخ. ولكن انا غنشد المبرد وغنقي داك الوسخ. ما مسالياش اليوم كانوا جد في صالوني في خميسات مسالياش. خلي اللي بغى يسب يسب خليها ماما. خلي اللي بغى يسب يسب اللي بغى يغير. اصلا كون ما كنتش انا واحله اليوم انا علاش انا 40 مليون نسمه في المغرب علاش كيهضروا عليا انا بالضبط حيت انا اللي كاينه اليوم هذا كاين المحسن. اخذت واحد كاس الحليب نصيفطوا لهم من هنا يدوزوني باش غيمات الماء. يعني كتقولي بانك كتوجدي في صالون جديد دوزوني باش غيمات الماء لو حلت لكم. قولي اليوم انا المفاجاه في الميسات قرب لها الميكرو يعني مايك مرفوعه حبيبه اللي كنشوف في الكاميرا مفاجاه كتبقى مفاجاه. كنوجد صالون في خميسات ما نعلنش عليه ولكن قريب جدا بغلا. فاش كيكثروا عليك المحاربين والاعداء اعرف راسك في طريق النجاح حيت انسان فاشل ما كيهضر عليه حد. سمعتيني
هادشي اللي كاين. شكرا لكم. ماشي هددتو، انا بقى فيا الحال، فهمتي، بقى فيا الحال بزاف، ولكن الحمد لله الشرطه بنيت الخميسه تخدات المجرى ديالها. شكرا. كحماق عليكم ولا اللي خدتكم علينا. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.